البشري زي الآلة بالظبط، محتاج صيانة، محتاج تظبيط. يعني ببساطة لازم الفقرات تترد لمكانها. لو انا عندي موظف مثلا على سبيل المثال قاعد على الكمبيوتر 6-8-10 ساعات قاعد محني على الكمبيوتر بالشكل ده، المفروض بعد ما بيخلص خالص الفقرات بترد لمكانها تاني. اي تايم وضعف اللياقه وضعف العضلات وعدم ممارسه الرياضه، الفقره ما بترجعش لمكانها. مش كده وبس، ده ساعات بتلف كمان في اتجاه اكتر من اتجاه حسب عدلة الشغل اللي في ايد الموظف نفسه. في النهاية احنا هنا بنرجع الفقرات لوضعها تاني عن طريق جلسة اسمها الريست او اعادة الضبط. بنرجع الفقرة لمكانها، بنفك الانسجة الرخوة اللي هي منها العضلات اللي حوالين الفقرة نفسها، وبعدين بنعلم المريض ازاي يظبط القوام بتاعه او يقعد في الوضع الصح، يقف صح، يمشي صح، يتحرك صح. مركز الندى للعلاج الطبيعي، مدينة السادات، دكتور نعمان.